الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية أن الفساد الحكومي يقف عائقا أمام إنجاز مشروع قناة الجيش في بغداد، رغم مرور ما يقارب 10 سنوات على إطلاق إعادة تأهيله وصرف مبالغ كبيرة. وقال عضو اللجنة عباس ياور أن كل مسؤول يتولى منصب أمين بغداد يركز على مشروع قناة الجيش دون النتيجة الملموسة، عازيا سبب ذلك إلى ما وصفها بالمجاملات والفساد وغياب الرؤية الحكومية. وحمل يابر الحكومات السابقة وحكومة الكاظم مسؤولية تلقي هذا المشروع الذي أحيل عام 2011 إلى أمانة بغداد دون إنجاز يذكر. تعرضت أكبر وكالة بريطانية لمكافحة الاحتيال لانتقادات بعد أن ألغى القضاة إدانة مسؤول تنفيذ كبير بدفع رشاوى لتأمين مشاريع نفطية مربحة في العراق. وبحسب تقرير صحيفة ذا ناشونال، فقد ألغت محكمة استئناف لندن إدانة زياد عقيل البريطاني اللبناني مدير شركة أونا أويل، والذي كان قد حكم عليه سابقا بالسجن لمدة 5 سنوات عام 2020 بسبب ملفات فساد لتأمين صفقة نفط بقيمة 55 مليون دولار في العراق. قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق إن طهران تسلمت جزءا من إجمالي ما عدها المسؤول ديونا تبلغ نحو 7 مليارات دولار مقابل تصدير النفط والغاز إلى العراق. وقال آل إسحاق إن عملية تحصيل المستحقات المالية التي تدين بها بغداد لطهران مستمرة وفق اتفاق البنكين المركزيين في البلدين، ومع عجز الحكومة في بغداد عن سداد الديون لا تزال إيران تمتنع عن توفير كامل الإمدادات من الغاز المتعاقد عليه مع العراق حتى سداد الديون، وهو ما فاقم من أزمة قطاع الكهرباء. أكدت وزارة المالية في العراق أن نحو 12% من الموازنة تهدر سنويا لصالح وزارة الكهرباء دون وجود عائد مادي يضمن ديمومة الوزارة وحاجتها للسيولة المستمرة، حيث تبلغ الجباية 8% فقط. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى إن لوزارة الكهرباء بالمقابل ديونا بذمة الوزارات ومؤسسات الدولة تبلغ 3 تريليونات دينار، أي ما يمثل أكثر من 25% من موازنتها السنوية، مضيفا أن التخصيصات المقررة للوزارة من الموازنة لا تفي بالغرض، بل يجب أن تكون هناك إطلاقات وسيولة مالية لصالح قطاع الكهرباء. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 248 ألف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغ 5,686,000 برميل يوميا، منخفضة بمقدار 183,000 برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت أن أمريكا استوردت النفط الخام بمعدل مرتفع عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغت متوسط الصادرات فيه 221 ألف برميل يوميا. قال مصرف لبنان المركزي إنه حدد سعر صرف جديد للسحب من الودائع من الدولار بالليرة اللبنانية عند 8,000 ليرة للدولار الواحد، وكان السعر السابق وصل إلى مستوى 3,900 ليرة مقابل الدولار، ما يؤشر على خفض لقيمة العملة المحلية وخسارتها أكثر من 80% من قيمتها. كما حدد مصرف لبنان سقفا للسحب من أي حساب بنكي يبلغ أقصاه 3,000 دولار شهريا، على أن تصرف بالليرة اللبنانية لأصحاب الحسابات الذين لا يستطيعون السحب من مدخراتهم منذ انهيار القطاع المالي في عام 2019.
نهاية الموجز، إلى اللقاء.